سما بتاع الشنو على النيل. عملت وحده بتاع جنوب السودان اليوم عشان كده استطيع ان اقول في هذا المقام اصرخ بهذا الصوت انه الجنوب حتكون بلد ناجح وامنه هيكون بكل سهوله، ما في زاني ولا مزلول. نعم البلد لاشواق والبلد لايوه لابوها. الاخوة الحضور، سادة الضيوف الكرام، بغراماتكم المختلفة يا اخواننا الزمن ما مشى علينا، لكن بغراماتكم محفوظ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنحييكم في هذه الأمسية بتحية خالصة، تحية منتصرة بإذن الرب، وممزوجة بزراعي أمهاتنا، ومؤطرة براية الورود الفواهة ونسيم الصباح العليل التي يستريح بها الزهور أنفاسها وأريدها. التحية لكم وأنتم تحتفلون اليوم بزواج مباركة وميمونة لكل من العروسين، العريس ابن عويل يا أهل عويل. هذا يترك أبوه أباه وأبوهم ويتصل بزوجته بكل اثنين بكل اثنين واحد. مجتمع مدينة عويل هنجا مدينة عويل والمجتمع أهل الشرق جمعنا ربنا وراكم يا المكان اللي ارتسقوا وبقوا جسر واحد جينا عشان نشعر خلينا نصلي نبقى برنامج أبانا باسم الرب يسوع المسيح نشكرك ونبارك. جينا كمجتمع مدينة عويل وجينا كمجتمع تشير خلف يا المكان عشان نشعر باجتماع والوحدة العظيمة. شكرا لأن المكتوب ينبغي أن يشكروا في كل حين. شاكرين اليوم يا رب بالاجتماع أنت جمعتنا، جمعت الأسرتين، جمعت المجتمعين لما تسمع. أنا بصلي إن الاجتماع ده يصير بطريقة كويسة. أنا بخط إرسال في يدينا. أنا الآن الحضور بتاعه. أنا بصلي من أجل السلام في المكان ده. أنا بصلي من أجل استقرار أمني في المكان ده. أنا بصلي الإرسال يفتتح وينتهي بسلام. أنا بصلي لكل الناس الجو من أسرتين، مجتمعتين يرجعوا بالسلام. أنا قد أبارك أنا قد أمجد وأنا بسلم الإحسان في يديك يا رب. بعد المجد بعد السلطان بتاع في المكان في تبارك اسمه لك الكوة والمجد باسم رب يسوع المسيح سلام آمين. برنامج حقنا أنتم اليوم في منطقة بتاع كنيدوي أرض الجمل. ناس أويل جو من أويل عشان يجوا أرض الجمل هنا. فعندي الكلمة بتاع الترحيب عشان يرحبوا بكم. وكان الترحيب مع الأب بيتر رومير. الله تفضل أبي مشكورا. كل الحضور الذين حضروا في هذا هنا ونبي شكر للمجتمع كنيدوي. ونبي شكر للأمهات التي قاموا بجهد كبير في هذه المناسبة، وشكر للجنة التي قامت بتجارب في هذا الجهد. نبي شكر وتقدير. كذلك نبي شكر للمجتمع التعاون الذين جانا للمجتمع بجهد. نبي شكر وتقدير وإخوة الذين جاربوا إخوة تقولوا أجواء وذلك كان يشاركون في هذا اليوم والمجتمع رم الذي شاركوا لنا في هذا اليوم
ثقافة وحضارة مجتمع شمال بحر الغزال. فتفضلوا مشكورا. حياتي تتيابوا يتبقى Come on!
Oh,
I'm gonna make you mine.